مركز الدكتور كريم صبري لجراحات السمنة والمناظير. أحدث جراحات السمنة المفرطة والسكر بالمنظار. أحدث التقنيات الأمريكية لجراحات السمنة، تحويل مسار المعدة بالمنظار، تكميم المعدة بالمنظار، تحويل مسار الاثني عشر، التحويل مع التكميم. كل العمليات تجرى بالمنظار بفتحات صغيرة. دكتور كريم صبري، دكتوراه الجراحة العامة والمناظير بكلية الطب جامعة عين شمس. مركز الدكتور كريم صبري لجراحات السمنة والمناظير. أنا أحمد عادل، عندي 23 سنة، وزني 140 كيلو. اتفرجت على حلقات دكتور كريم. أنا كنت بعاني من السمنة، فروحت له واتكلمنا، قررت بإذن الله هعمل عملية تحويل مسار. مشكلتي دايما في السمنة، اللبس الضيق، الحركة القليلة بتاعتي، ما بتحركش كتير، فقررت إن أنا أعمل العملية ديت، وبإذن الله استنوني بعد العملية. بسم الله الرحمن الرحيم، انا دكتور كريم صبري. النهارده هعرض لكم بعض حالات تحويل مسار المعده المصغر المستخدم في علاج السمنه المفرطه وعلاج مرضى السكر. الحقيقه طبعا تحويل مسار المعده المصغر هي من ضمن العمليات الفعاله في انقاص الوزن، اللي بتساعدنا لو احنا اكلين لسكريات بشراهه، محبي للشوكولاتات والايس كريم والحاجات اللي هي بتدوب بسرعه في البق. يعني الحاجات دي طبعا لما بنستخدمها، لو كنا عاملين تكميم المعدة مش هننزل وزننا كويس، لكن تحويل المسار هي من العمليات الفعالة في انقاص الوزن. استاذ احمد 140 كيلو، الحقيقة طبعا 140 كيلو يعني محب للسكريات، لو عملنا تكميم معدة مش هستفيد، لكن تحويل المسار هي عملية فعالة بتقلل امتصاص السكريات والدهون بنسبة قد تصل الى 70%. العملية بتجرى بالمنظار خلال فتحات صغيرة، إقامة أقل من 12 ساعة ما بعد العملية، وبنخرج نمارس نشاطنا طبيعي بعد يوم من إجراء العملية. يمكن المستخدمات طبعا من دباسات جراحية بتدخل خلال فتحات صغيرة، الآلات المستخدمة في فصل الدهون عن المعدة، الدبابيس الجراحية أو المستخدمة في الدباسة بتبقى طولها 6 سم بألوان مختلفة، 3 دبابيس يمين و3 دبابيس شمال وبتقص في الوسط. يعني فكرة تحويل المسار هي فكرة بسيطة جدا، يعني احنا بنعزل المعدة إلى جزئين، الجزء المعزول بنعزل الجزء المسؤول عن إفراز هرمون الجوع، الغدد المسؤول عن هرمون الجوع، الجزء الصغير بنوصله بكوبري ما بعد مرور 2 متر من بداية الأمعاء، وبالتالي بنستبعد الجزء المسؤول بنسبة كبيرة جدا عن امتصاص سكريات الدهون، فنزولها فعال جدا في انقاص الوزن وعملية آمنة تماما. واحنا بنوريكم يعني ما قبل واثناء وما بعد العملية عشان نبين اذا كان يعني العملية، طبعا عايزين نوصل ان هي من العمليات السهلة الفعالة في انقاص الوزن، ونطمنكم ان شاء الله بعد العملية يا استاذ احمد باذن الله. مركز الدكتور كريم صبري لجراحات السمنة والمناظير. أحدث جراحات السمنة المفرطة والسكر بالمنظار. أحدث التقنيات الأمريكية لجراحات السمنة، تحويل مسار المعدة بالمنظار، تكميم المعدة بالمنظار، تحويل مسار الاثني عشر، التحويل مع التكميم. كل العمليات تجرى بالمنظار بفتحات صغيرة. دكتور كريم صبري، دكتوراه الجراحة العامة والمناظير بكلية الطب جامعة عين شمس. مركز الدكتور كريم صبري لجراحات السمنة والمناظير. بسم الله الرحمن الرحيم، أنا دكتور كريم صبري. أنا يعني هقول لكم الخطوات الأولى في عملية تحويل مسار المعدة المصغر. طبعا أعرفكم بالتيم الجراحي، دكتور محمد فطين، دكتور سامي زودي، دكتور حمد بزوي، دكتور يحيى خالد، والكاميرامان أستاذ يوسف وأستاذ عبدو. الحقيقة طبعا إحنا بنعمل حاجتين، أول حاجة منهم إحنا بنعمل المعدة، بنفصل المعدة إلى جزئين. يعني الناس اللي عايز تفهم يعني إيه تحويل مسار المعدة، احنا بنفصل المعدة الى جزئين، الجزء اللي هو على شمالنا ده المعدة اللي احنا هناكل فيها، ودي مساحتها ما تكونش كبيرة، يعني دي مساحتها ما تكونش كبيرة. الجزء اللي احنا عزلناه ده بيتم عزله تماما في قبة المعدة اللي هي بتحتوي على هرمونات الجوع او غدد الجوع.
الحقيقة طبعا احنا لازم نسلك المعدة تسليك جراحي يعني بصورة كافية بحيث ان احنا ما نسيبش جزء من قبة المعدة وبالتالي يرجع الوزن للوزن الطبيعي. اللحظة دي طبعا احنا بنوصل المعدة بالامعاء، دي الامعاء، ده الجزء المستبعد، ده الجزء اللي هنوصله بالمعدة بحيث الاكل هيمر من المعدة من هنا الى نهاية الامعاء بصورة مباشرة. خلينا نركز مع بعض دلوقتي ونشوف الخطوة دي بتمشي ازاي. الكباسة طبعا زي احنا شايفين بتوصله من بعض، بتدبس وتقص في نفس اللحظة زي ما احنا شايفين كده اهو، زي ما احنا شايفين. ممكن ندخل بالكاميرا هنا دلوقتي، الامعاء اتصلت بالمعدة بصورة مباشرة، يعني الاكل بمر من المعدة الى نهاية الامعاء بصورة قد تكون مباشرة. وبعد كده هنقفل الفتحة دي وخلاص تبتدي العملية، خلاص انتهت بالشكل اللي انتم شايفينه ده. هنقفل دي دلوقتي حالا. اخر خطوة في تحويل مسار المعدة المصغر ان احنا بنعمل اختبار تسريب. اختبار التسريب ده احنا بنبقى عايزين نعمل المعدة ودبابيس نحطها تحت بريشر عالي بحيث ان احنا نكتشف اذا كان في اي غرز يعني محتاجة تأكيد عليها او دبسات عشان نتفادى نسبة التسريب. وبالتالي احنا بنعمل اختبار تسريب دلوقتي، بنحقن مادة زرقاء بكمية تحت ضغط عالي. هنشوف دلوقتي، اتفضل. فبنخلي المعدة والامعاء عاملين زي البالونة كده بحيث ان يبقى فيه اي كل الامعاء تحت بريشر عالي، فاحنا بنطمن عليها خلاص، يعني دي تعتبر انتهت العملية. المعدة بنراجع تاني، ممكن نرجع بالبوجي للمعدة الجديدة، دي المعدة المستبعدة ودي الامعاء اللي وصلناها بعملية تحويل مسار المعدة المصغر. مركز الدكتور كريم صبري لجراحات السمنة والمناظير. احدث جراحات السمنة المفرطة والسكر بالمنظار، احدث التقنيات الامريكية لجراحات السمنة، تحويل مسار المعدة بالمنظار، تكميم المعدة بالمنظار، تحويل مسار الاثني عشر، التحويل مع التكميم، كل العمليات تجرى بالمنظار بفتحات صغيرة. دكتور كريم صبري، دكتوراه الجراحة العامة والمناظير بكلية الطب جامعة عين شمس. مركز الدكتور كريم صبري لجراحات السمنة والمناظير. أنا أحمد، 23 سنة، وزني 140. الحمد لله وبفضل ونعمة من ربنا أن أنا الحمد لله خلصت العملية، وأحب أشكر الدكتور كريم. أنا خلصت العملية وطلعت بعديها بساعتين، بدأت أتمشى كل شوية، أتمشى حاجة مريحة جدا، العملية سهلة جدا. أتمنى أي حد يعني خايف يشيل الخوف ده من عنده، أن العملية أنت بتتولد من حاجة جديدة، وده يعتبر بقى عيد ميلاد جديد ليا. بسم الله الرحمن الرحيم. احنا مطمنكم على الاستاذ احمد، احنا عملنا له تحويل مسار. هو تحويل المسار طبعا زي ما انتم شايفين الريهابيليتيشن بتاعه من بعد العمليه هو سريع جدا، زيه زي تكميم المعده. الهدف منهم انقاص الوزن وعلاج مرضى السكر في الناس المصابه بالسكر مع السمنه. العمليه طبعا عشان هي بتتعمل بالمنظار، فالفرصه لاعاده للنشاط او الوضع الطبيعي، يعني الحركه او الاعاده للشغل بتاعنا او العمل الطبيعي، بيبقى في وقت قصير. لكن استاذ احمد الحمد لله، الحمد لله على سلامته، هو ماشي كويس خالص الحمد لله. مركز الدكتور كريم صبري لجراحات السمنه والمناظير. احدث جراحات السمنه المفرطه والسكر بالمنظار، احدث التقنيات الامريكيه لجراحات السمنه، تحويل مسار المعده بالمنظار، تكميم المعده بالمنظار، تحويل مسار الاثني عشر، التحويل مع التكميم، كل العمليات تجرى بالمنظار بفتحات صغيره. دكتور كريم صبري، دكتوراه الجراحه العامه والمناظير بكليه الطب جامعه عين شمس. مركز الدكتور كريم صبري لجراحات السمنه والمناظير.
مساء الخير والفل على عيون مشاهدين اتغير مع يومنا حلقة جديدة. وعندنا النهاردة فقرتين، فقرتنا الأولى هيهتم بيها شريحة كبيرة جدا في المجتمع، يمكن هي الشريحة الأكبر في المجتمع. كم واحد وواحدة نفسهم يعملوا عملية شفط دهون وبيسمعوا عنها كتير جدا، ويعني نفسهم يلجأوا للعملية دي بس قلقانين شوية. وكم واحد وواحدة برضو فعلا عملوا العملية وحياتهم اتغيرت بشكل تماما، بشكل مختلف تماما عن ما كانت فيه. الحقيقة هي الموضوع سهل وبسيط وانتشر على مستوى العالم مش بس في مصر بس. يعني أنا أعتقد أنه عمليات شفط الدهون دي يمكن من أكتر العمليات اللي بتجرى على مستوى العالم كله وأكثرها نجاحا وانتشارا. العملية دي بتغير حياة الناس تماما، بتخليهم راضيين عن نفسهم جدا، لأنه الناس اللي بتلجأ للعمليات دي في الغالب يعني بتبقى لجأت لحاجات كتير جدا قبل كده، عملت دايت وراحت الجيم وعملت مش عارفة ايه، مفيش نتيجة. إذن عمليات شفط الدهون عمليات هايلة، عمليات ناجحة، هنعرف تفاصيل أكتر عنها النهاردة وهنتكلم عنها مع ضيفنا العزيز اللي منورنا في برنامجنا، دكتور محمد عاطف استشاري جراحة التجميل في عيادات جولد التخصصية. يا أهلا يا دكتور محمد. أهلا بيك يا سوزان. كم واحد عمل العملية؟ أظن يعني إحنا لو قعدنا نعد مش هنقعد نعد للصبح. ناس كتير جدا عملت عملية شفط الدهون وسعيدة سعادة بالغة وبتنصح كل الناس إن هي لأ ده أنتوا لازم تعملوا العملية. وناس كتير بقى ودول اللي هنتكلم معهم النهاردة نفسهم يعملوها بس ناقصهم شوية معلومات، عاوزين يطمنوا شوية. فإحنا عايزين نتكلم مع الشريحة دي ونقول لهم إيه هي عملية شفط الدهون. هو طبعا في البداية قبل ما نتكلم مع الناس ونتكلم مع الناس اللي تقدر أو حابة تعرف عن الموضوع أكتر، أنا بحب أوضح نقطة مهمة جدا، إن هي أصلا ما اسمهاش عملية. تمام، إحنا ما بنعتبرهاش إن هي اسمها عملية. كلمة عملية تتبادر للذهن كده من المرة الأولى إن هي عملية وتخدير ومستشفى كل الكلام ده طبعا مش موجود. فعشان كده إحنا بنقول إن هي ما اسمهاش عملية، هي إجراء أو تدخل تصليحي أو تجميلي. لأن إحنا عادة بقينا دلوقتي بنقدر إن إحنا نعملها في المراكز الخارجية، في العيادات الخارجية بمخدر موضعي لو في بعض المناطق مضايقانا، أو كمان إن إحنا لو هنشفط من كذا منطقة أو هنصلح كذا منطقة، في الحالة دي بنخش المستشفى بناخد حاجة زي مهدئ عام للجسم، بنروح في نفس يوم العملية بنقدر إن إحنا نمارس نشاطاتنا الطبيعية مفيش مشكلة. فعشان كده كلمة أو مصطلح عملية مصطلح كبير شوية، يعني هو نعتبر إن نقدر نقول إنه إجراء اليوم الواحد بالظبط، إنه ومش بسميه مريض كمان، مش هينفع نقول عليه مريض بالظبط، إن الشخص بيدخل الموضوع بسيط جدا وسهل جدا، بيخرج في نفس اليوم مزبوط. ماشي على رجله، يقدر حتى ممكن يسوق عربيته في اوقات كتير بالزبط. جدا اكيد. طب نعرف الساده المشاهدين على الاجراء ده بقى وبيتم ازاي، ومين هم الناس اللي بيصلح ليهم موضوع شفط الدهون؟ هي بكل بساطه عمليه شفط الدهون هي او اجراء شفط الدهون لاستخلاص الدهون الزائده من الجسم. تمام. ولكن احنا بنقصد هنا حاجه اسمها السمنه الموضعيه او الدهون الموضعيه، اللي هي حاله من تراكم الدهون بمنطقه معينه في الجسم، عكس تماما السمنه العامه اللي هي بتبقى حاله من تراكم الدهون في الجسم، ودي بيبقى ليها حلول اخرى غير عمليات شفط الدهون. أوكي. زي عمليات او جراحات السمنه، عمليات تكميم المعده وتكبيس بقى تكميم الحاجات دي كلها بالظبط. فللاسف الشديد مش هم دول او الناس اللي بتعاني من السمنه الكليه مش هيبقوا دول الناس اللي هتقدر تستفاد معانا من العمليه. اللي هيستفاد معانا هم الناس اللي عندهم سمنه موضعيه، تراكم الدهون في مناطق معينه ومحدده في الجسم، يعني بطن كبيره مزبوط. اللي الستات كلها بتعاني منها دلوقتي مزبوط. كرش بتاع مزبوط. الرجال، ارداف كبيره عند السيدات، كمان كتاف موضوع عريضه، تثدي عند الرجال، التثدي عند الرجال مزبوط. الاماكن اللي مضايقاكم يا جماعه اللي بتقعدوا تبصوا في المرايه كده وتقولوا لو الحته دي نزلت شويه جسمي هيبقى كله مظبوط وكله حلو. اذا الاجراء ده بيتعمل للمناطق دي مظبوط، اللي هي اصلا ما بتخسش بالطبيعي، اللي هي بالظبط ما بتنزلش مع الرياضه او مع الدايت، بنلاقي ان بيتراكم فيها الدهون. طيب ازاي بقى العمليه بتتم دلوقتي؟ انا عاوزه دكتور محمد يشرح للناس اللي بتشوفنا، واحد او واحده جاي لك لاول مره قلقانين وخايفين، هو ده الطبيعي انه ممكن يبقى خايف شويه قلقان شويه، هيدخل عندك ازاي؟ هتتعامل معاه ازاي؟ هتقوله العمليه بتتعمل ايه؟ الاجراءات اللي بتتعمل مع المريض اللي بيزورك لاول مره؟ في البدايه احنا بنستقبل المريض وطبعا نبدا ناخد بعض الداتا او بعض المعلومات زي مساله الوزن وموضوع الطول، الكتله العضليه وكذلك الكتله الدهنيه، نبدا نحدد ابعاد الجسم اللي موجود قدام. بعد كده بنبدا نتكلم مع بعض، نشوف الشكل التخيلي اللي هو بيطمح ليه او بيفكر فيه او ايه هي الاناط المضايقاه، لان اساس العمليه هي ارضاء الشخص طبعا.
فهو بيبدأ يشرح ايه اللي مضايقه او ايه المشاكل اللي مضايقاه، ونبدأ احنا ننسق معاه، نقول له ايه الوضع الافضل بالظبط كده. زي ما احنا نقدر نقول ان في حاجات ما تنفعش، احنا كمان نقدر نقترح عليه حاجات تبقى مفيده له وتحسن من الشكل. فطبعا هو بيدينا التصور بتاعه، واحنا بنبدا نقرب من الصوره دي عشان نوصل لنقطه محدده بتكون هي الاقرب له مش الاقرب لينا يعني. بالظبط كده. بس برضه لازم يبقى الشخص فاهم انه مفيش حاجه اسمها مثلا ممكن يجيب لك صوره يقول لك اعمل لي زي دي بالظبط. لا يعني انت تقييم جسمك مختلف اكيد عن اي حاجه. ابعاد الطول وابعاد الوزن في حاجات كتير بتقدر انها تحكم الشيب بتاع الجسم والابعاد بتاعه الجسم، هي دي تحكمنا تماما في موضوع تنسيق القوام او عمليات شفط الدهون. طيب احنا معانا صوره اهي. الله يا دكتور، لا ده الستات كلها دلوقتي هتقول لك انا عايزه الوسط ده. اصل بص البطن دي البطن المصريه الاصيله تمام يعني لاي سيده. هو طبعا اكيد منطقه البطن هي اكتر المناطق المزعجه عند الرجال وعند السيدات يعني. بس دي سيده مظبوط مش كده؟ مظبوط. تحفه. ايه النتيجه دي؟ بالظبط. ايه الوسط ده وايه يا جماعه يعني؟ بصراحه انا هو احنا برضو عاوزين نوضح للناس ان الطرق التقليديه القديمه بتاعت شفط الدهون خلاص ما قدر وصلنا معاها لمرحله ان احنا ما قدرناش نوصل لنتائج افضل او نتائج احسن من كده. فقدرنا ان احنا نعمل ابديت ونعمل ابجريد لنفسنا، نطور كويس جدا باستخدام تقنيات واساليب حديثه توصل للنتائج اللي حضرتك شايفاها. بنقدر ان احنا نتخلص من الدهون الزائده، بنشد الجلد، نتخلص من التليفات في ساعتها. مظبوط. في اثناء السيشن واحده. مظبوط. هاتولي والنبي صوره الظهر تاني، ما لحقتش اتكلم عنها. احنا شايفين اهو، شايفين الظهر عامل ازاي؟ مظبوط. شايفين الوسط من ورا عامل ازاي؟ مظبوط. ده حلم كل سيده في العالم انه وسطها يبقى رفيع كده. مظبوط. طبعا برضو مناطق الباك رولز او البرا لاينز دي من المناطق المزعجه جدا جدا، حتى بتبان في الشكل الخارجي للجسم وبتبقى مزعجه جدا. فعشان كده عمليات شفط الدهون كويسه جدا في موضوع تنسيق الظهر او تنسيق مناطق الرولز اللي موجوده في الظهر، وكذلك منطقه الوسط من ناحيه الظهر والامام. انت قلت لي ان انتوا دايما يعني بتتابعوا كل ما هو جديد وبتعملوا ابديت. ايه الجديد في المجال ده عشان توصلوا للنتائج الهائله دي؟ انا شايفه انه الجلد مشدود، هي مش عامله تامي تاك صح؟ لا دي مش عامله تامي تاك؟ مش عاملين تامي تاك. دي مش عامله، دي مش عندها كمان الصوره اللي شفتوها دي بالزبط. مفيش فتح جراحي، ده شفط بس بالزبط. من غير شد. مظبوط. ازاي النتيجه الهائله دي؟ في الفتره الاخيره بعض التقنيات الحديثه اللي دخلت عالم جراحه التجميل زي تقنيه الليزر وتقنيه الفيزر، التقنيات دي شغاله ازاي او ايه فكره عملها؟ هي بتشتغل بحاجه اسمها الاشعاع الحراري. الاشعاع الحراري ده بيرسل ذبذبات من الموجات الحراريه قدرت انها تتوغل للطبقات السطحيه بتاعه الدهون اللي ما كناش بنقدر نوصل ليها بالطرق التقليديه العاديه. كنا زمان بنقدر ان احنا نشفط الطبقات الدهنيه العميقه اللي موجوده تحت الجلد، لكن ما كناش بنقدر نوصل للطبقات السطحيه اللي موجوده تحت الجلد. عن طريق الاشعاع الحراري او جهاز الفيزر بالاخص قدرنا ان احنا نوصل للطبقات الدهنيه السطحيه اللي موجوده تحت الجلد مباشره، وده ادانا نتيجه مزدوجه ان احنا نقدر نتخلص من الدهون ونقدر في نفس الوقت نشد الجلد. هايل يعني. يعني اي ست بطنها بالشكل اللي احنا شفناه ده تقدر من خلال اي جراحات يعني مجرد شفط دهون دي بتاخد قد ايه؟ الموضوع ده ياخد وقت قد ايه عشان تطلع بالشكل الهايل ده؟ احنا طبعا بنقوم بمجموعه من الاجراءات والخطوات، اهمها طبعا الجزء الجراحي او الجزء العمليه دوت جانب منها، لكن الجانب الثاني ان احنا بنمشي على برامج غذائيه مظبوطه وبنقدر ان احنا نحافظ على الشكل اللي احنا وصلنا له من عمليات شفط الدهون ديت. في الحاله دي بنقدر ان احنا نحصل على الشكل او الجسم المتناسق. موضوع الشغل او ممارسه الحياه الطبيعيه او ممارسه العمل، نقدر ان احنا نمارس عملنا مباشره بعد عمليات شفط الدهون، ان احنا بنلبس كرسي او المشد الجراحي اللي بيحافظ على الشكل اللي احنا وصلنا له، نقدر ان احنا نمارس حياتنا بشكل طبيعي، ما بيبقاش مرتبط او مش لازم يبقى في ترافق للسرير او ان احنا نقعد في البيت بعد اجراء التدخل شفط الدهون. لا ده انا بشوف ناس كتير بتعمل شفط دهون وتطلع تاني يوم وتالت يوم تروح شغلها عادي جدا. او ممكن في يوميها هي بتروح بيتها في يومها بتقعد لها يومين بالظبط في البيت وتطلع بقى عادي تروح شغلها، تبقى لابسه كرسي ما حدش عارف هي عملت ايه مش بيبان حاجه يعني، مش بتبقى ماساه او ان هي بتبقى تعبانه بقى ومش عارفه خالص ولا كان هي عامله حاجه. كرسي تحت اللبس وخلاص مفيش اي مشكله. انا قبل ما اروح تقرير انا عايز اشوف الصوره تاني بتاعت البطن، لان انا معجبه جدا بالنتيجه بصراحه اللي دكتور محمد عاملها دي،
ويمكن سيدات كتير هتبقى مبسوطة قوي بالشايفين البطن قد ايه وبقت قد ايه. والله برضو مفيش مناطق للجروح مفيش موجودة. حاجة. لا لا هي بتبقى سقوط صغيرة جدا، بتبقى فتحات صغيرة على سطح الجلد. بتبقى ماشية كمان حتى مع التنيات والخطوط بتاعة الجسم، بتبقى مدارية خالص اهو. ده شفط الدهون يا جماعة، دي شفط الدهون اللي كل الستات دلوقتي عاوزة تعمله، ودي النتائج بتاعته اهو. ده رجل اعتقد بقى ده اهو بالظبط كده، ظهر مفرود وحلو، لانه الحاجات اللي ورا دي برده بتبقى التنيات اللي ورا دي بتبقى مزعجه وبايخه جدا بالنسبه للرجال وبالنسبه للستات. دي بقى تامي تك اهي مظبوط. دي احنا عرضناها عشان نوضح الفرق ما بين شفط الدهون العادي او عمليه شد جراحي للبطن واصلاح الطبقات العضليه. وانا بشكرك ان انت جبت لنا الصوره دي، لانه الجرح باين فيها. يعني دايما الناس بتقولك الجرح بيبقى شكله ايه، اهو هو ده الجرح اللي انتوا شفتوه، بيبقى طويل شويه عن جرح القيصريه، متداري برده ما بيبقاش باين خالص. مزبوط. بس اعتقد انه لو ستات كتير قارنت بين ان هي تعمل جرح وبين ان هي تسيب بطنها كده كبيره كده هتقولك لا انا. وكمان احنا بنقدر ان احنا نتعامل مع الجروح دي تجميليا، ان احنا نقدر نتعامل معاها بالليزر، نقدر نتعامل معاها بالحقن، نقدر نتعامل معاها بالانتي سكار ميجرز، فبنتعامل معاها كمان بنداريها يعني بعد العمليه بالظبط، نقدر كمان ان احنا نتعامل معاها كويس بعد العمليه. طيب نروح لتقرير. اتفضل. يلا اتفضلوا. أنا مروة بحضر الألبوم بتاعي الجديد، يا رب يعجبكم. لولا المركز الطبي ما كنتش حلمت ولا قدرت أحقق حلمي. أنا اسمي مروة، بشتغل مطربة. زمان كان جسمي حلو جدا وكان عندي هدوم كتير وكنت بشتغل كتير جدا. فجأة حصل لي ظروف وغيرت كل حاجة وقلبت موازين حياتي، فاضطريت إن أنا أخد أدوية اكتئاب. تخنت في حوالي 5 شهور حوالي 40 كيلو. فجأة هدومي كلها ضاقت عليا وما بقتش عارفة اشتغل، وفوقت لقيت نفسي واحدة غيري، لحد ما في ناس اقترحت عليا المركز الطبي. فروحت وشفت الدنيا وشفت حالات سابقة، فقلت هاخد التجربة وهجرب. مروة واحدة من حالات كتير بحمد الله قدر عيادات جولد التخصصية انه يغير حياتهم للأفضل. جيت النهاردة عشان أقول لكم أن أنا حياتي اتغيرت جداً من A to Z. يومي بقى أحلى بكثير، بقيت بلعب رياضة بمنتهى البساطة، بقيت بغني وأنا بلعب رياضة، يومي بقى أسهل وبقى ألطف، يومي بقى حلو جداً. مروة وملايين غيرها محتاجين فرصة للتغيير، وعيادات جولد التخصصية بيكون دايماً سبب في سعادتهم وتغييرهم للأفضل. تابعونا وقصص نجاح أخرى قدرت تختار صح، اختارت عيادات جولد التخصصية. يلا بينا نرجع شباب. نماذج من المجتمع وفي زيها كتير جدا، يعني يمكن آلاف مؤلفة. بس أنا عاوز أسألك سؤال، لأنه السؤال ده ناس كتير قوي بتسأله، بيقولوا لي هو في فرق بين شفط الدهون ونحت الجسم؟ تمام. في فرق بين الاثنين؟ هو طبعا عشان نعرف فرق بين الاثنين لازم نعرف الناس يعني ايه نحت الجسم. نحت الجسم هي عمليه لتنسيق القوام واظهار مناطق جماليه بارزه. أوكي. في بعض المناطق في الجسم لازم، دي بنسميها المناطق الجماليه او الاستيتيك سب يونتس، لازم ان احنا نفوكس عليها او نحاول ان احنا نظهرها كويس جدا. من خلال ايه؟ زي منطقة الثدي، وكمان منطقة المؤخرة لإعادة استدارتها والحفاظ على شكل وشكل مشدود وإضافة للمحتوى. انت بتعملها ازاي ده؟ انت بتحقنه بقى، دي حاجة تانية. الحقن ده بقى مظبوط، هو ده فكرة نحت الجسم وتنسيق القوام. حضرتك، هي الفكرة كلها لو احنا عاوزين نظهر مناطق جمالية بارزة عندنا حاجة من الاتنين،
ممكن نعمل حاجه فيهم او ممكن نعملهم الاثنين مع بعض. أوكي. عشان نبرز منطقه معينه ان احنا ننحت المنطقه اللي حواليها كويس جدا عشان تظهر وتبان او ان احنا نزود المحتوى بتاعها او ان احنا نعمل الاثنين مع بعض. تمام. هو ده عشان نوصل للشكل او الشكل اللي احنا طالبينه او التخيل اللي احنا رسمينه. ان احنا بنعمل زي نحت او شفط للدهون باجهزه الفيزر زي ما قلت لحضرتك قبل كده. نعمل نحت كويس لمنطقه الويست او منطقه المؤخره بحيث انها تظهر المناطق الجماليه. فاذا عمليه نحت الجسم هي مجموعة من المراحل اللي احنا بنعملها مع بعض. بداية من ان احنا بنشفط الدهون عشان نرسم المناطق او تحاديد الجسم. ثانيا ان احنا نقدر نزود المحتوى الدهني للمناطق التانية لإعادة استدارتها والحفاظ على شكل تنسيقي مشدود. طب المحتوى الدهني ده انت بتاخده في نفس السيشن برضو من نفس نفس العملية بنفس الوقت السيدة؟ مظبوط. بما انه هما الستات اكتر اللي بيعملوا العمليات عايزين الوسط والمؤخره دي فهم يعني بتبقى خاصه بالسيدات اعتقد العمليه دي. مظبوط. فبتاخدها في نفس العمليه؟ طبعا بيتم الاجراء كله في مرحله واحده ان احنا بنعمل عمليه شفط دهون. ولكن انا هنا عاوز اوضح نقطه مهمه جدا ان احنا في عمليات حقن الدهون ما بنستعملش اجهزه الفيزر. بنبدا الاول شفط الدهون بالطرق التقليديه العاديه. تمام. عشان نحصل على خلايا دهنيه كامله لان اجهزه الفيزر بتحول الدهون للصورة السائلة عشان نتخلص من كميات كبيرة ونحرق كميات كبيرة فبتوصلها للصورة السائلة. احنا مش عاوزين الصورة دي، احنا عاوزين الخلايا الدهنية ونكون بخيرها. بالظبط كده. نكون محافظين على حاجة مهمة جدا فيها جدا اسمها الخلايا الجزائية او الستيم سيلز. تمام. دي اهم نقطة يعني بالظبط دي تحتوي على جروس فاكتورز او عوامل للنمو. الخلايا الجزائية والستيم سيلز في كل الجسم هي المحور الرئيسي لتكوين خلايا أخرى. أوكي. فبنستفاد بيها بصورة مزدوجة إنها بتحسن من الجلد وكمان بتعزز من إن الدهون اللي موجودة دي تعيش فترات طويلة. فهو ده الفرق أو هو ده الاحترافية هنا إن احنا نستخرج مع الدهون دي الخلايا الجزائية عشان نقدر نحافظ على الدهون إنها تعيش فترة طويلة وكمان نحصل على جسم أو شكل جلد مشدود. دي معلومة مهمة جدا ان اللي عاوز يعمل حقن دهون بيتم اتباع الطريقة الكلاسيكية او الطريقة العادية خالص. مزبوط. في شفط الدهون لان الطريقة دي هي الطريقة الوحيدة اللي بتطلع الخلايا زي ما هي. مزبوط. بخيرها كده فلما تتحقن تقوم تعيش اكتر وتدي الشكل المطلوب اكتر. مزبوط. العملية دي بتستغرق وقت قد ايه؟ يعني لو واحدة هتعمل كذا حاجة جاية لك مثلا تقول لك ايه انا عاوز اشفط بطني واعمل وسط وعايزة مؤخرة وبتاع بتاخد وقت قد ايه تقريبا؟ هو الوقت او الاكسبكتد تايم الوقت المتوقع للعمليه طبعا بيتراوح وبيختلف على حسب كميه الدهون اللي احنا هنشفطها. ومن هنا هيجي لنا يعني 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 سؤال مهم او حاجه نقدر ان احنا نسالها وتدور في دماغنا. طب هو احنا نقدر نشفط قد ايه عشان الوقت والكلام ده كله؟ تمام. احنا ممكن نعكس يعني او نرد على السؤال بعكس لطريقه السؤال. احنا نقدر نسيب قد ايه؟ تمام. نسيب قد ايه؟ هو ده السؤال اللي احنا او اجابه السؤال. حلو ده. احنا نقدر نسيب قد ايه عشان نقدر نحافظ على تناسق الاطراف وتناسق منطقه البطن وتناسق الجنبين. فهو ده السؤال لان المريض لا يعني حضرتك التدخل اللي اتعمل له في العمليه ولكن يعني النتيجه اللي هو شكله. بالظبط. هو يهمه انه شكله يطلع زي ما هو مزبوط. عاوز. مظبوط كده. قلت لي التخدير بيبقى عشان في ناس بتسال التخدير بيتراوح من التخدير الجزئي او التخدير الموضعي الى حد المهدئ العام. لو هنتكلم عن التخدير الجزئي احنا بنستعمله لو احنا هنشفط منطقه واحده وثابته ومحدده. طيب موضوع لو احنا هنشفط كذا منطقه ونحقن زي ما حضرتك بتقولي في الحاله دي بنحتاج ان احنا ندخل المستشفى ناخد مهدئ عام عشان مهدئ عام. بالظبط. ففرق كبير جدا بين التخدير الكامل والمهدئ العام لان احنا زي ما قلت لحضرتك ما بتدخلش مع الجسم ما بتدخلش في اي اعضاء الجسم. بالظبط. ففي الحاله دي بناخد مهدئ للجسم فتره نحن نعمل الشكل بتاعنا وبعد كده نلبس الكرسي بتاعنا ونقدر ان احنا نروح في نفس يوم العمليه. انا بشكرك يا دكتور محمد واكيد هيكون لنا سلسله حلقات تانية مع بعض نتكلم فيها باستفاضه اكتر. شكرا لضيفي العزيز دكتور محمد عاطف استشاري جراحه التجميل بعيادات جولد. هنروح لفاصل لسه عندنا فقره تانية بعد الفاصل استنونا. فترة في عالم التجميل بتطلع حاجات جديدة بتطلع حاجات أحدث بتطلع حاجات بتوفر علينا وقت ومجهود وكتير جدا.
يعني الستات زمان كان ممكن تاخد وقت طويل قوي علشان توصل للنتيجة اللي هي عاوزاها، أو علشان تظبط وشها، أو علشان لو عندها مشكلة تعالجها، كانت ممكن تاخد مجهود كبير ووقت طويل، والنتيجة تبقى حلوة يا ما تبقاش حلوة. الحاجات دي اتغيرت بشكل كبير، بقى في حاجات دلوقتي في عالم التجميل ساعدت كل سيدة وكل رجل كمان ان هم يحصلوا على النتيجة اللي هم عاوزينها، ويحصلوا على وش جميل وجلد جميل وجلد مشدود. وانا يهمني جدا انه اتكلم على الوش والجلد، لانه هو ده المراية بتاعتنا، وهو ده اللي بيتأثر دايما بكل العوامل الجوية بقى، والحياة والضغوط والخصية وطبيعة الأكل وطبيعة الحياة نفسها. فبهتم جدا انه بتكلم على الجلد، كنا بناخد وقت طويل جدا عشان نصلح اي مشكلة طلعت لنا. دلوقتي مع ماسي درو جولد اللي بنتكلم عنه دايما، ما بقاش فيه الكلام ده خالص، في وقت قليل جدا بتحصلي على النتيجة اللي انت عايزها، واحسن كمان، وفر علينا تقنيات كتير جدا ممكن نكون كنا بنعملها قبل كده مش هنعملها خالص. فقط في 10 دقائق في اليوم هتستخدمي كريم ماسي درو جولد، هتحصلي على النتائج اللي انت عايزاها كلها، وكل عيوب بشرتك هتتعالج. هنعرف ازاي ده بيحصل مع ضيفتنا العزيزه دكتوره دينا ابو سعود، المدير الطبي للشركات ماسي فارم. اهلا يا دكتوره دينا. اهلا بيك يا يمنى. الستات بقى كانت بتقعد وقت قد ايه عشان عشان تصلح المشاكل اللي عندها، وتروح وتلف وتنزل وتعمل، وسمعتي مش عارفه عن ايه، طب تعالي اجرب ايه، طب مش كان بيحصل ولا لا؟ ده بيحصل كتير جدا. يعني كل شويه تنزل مراكز تجميل، طب اعمل ايه في وشي، انا عندي فاين لاينز هنا، انا عندي هالات سوداء، انا متضايقه من شكلي. خلاص الكلام ده كله انتهى بكريم ماسي درو جولد. على طول بقول ماسي درو جولد يا يمنى من اقوى وافخم كريمات التجميل في العالم. السلوجن بتاعنا او الشعار بتاعنا انك انت لما هتستخدمي ماسي درو جولد هتقدري تصغري في سن البشره شكليا 10 سنوات. طب يعني ايه يا دكتوره دينا انا شكلي هيصغر 10 سنين؟ طبيعي لما يحصل تجاعيد، لما يحصل بقع، لما يحصل نمش، لما يحصل عدم نضاره في البشره، لما يحصل تهدر في الجلد، شكلي بيكبر طبعا. فتخيلي بكريم واحد، عبوه واحده واحدة مش 3 4 لا بعبوة واحدة 3 دقائق في اليوم بالظبط، انت بتنهي بقى قصة علامات التقدم في السن. مع ماسي درو جولد احنا كلنا هنكبر في السن طبعا. فالسن مش في صالحنا. مع ماسي درو جولد انا هكبر، وعارف ان انا كل ما هكبر هحلو صح. فازاي اقدر اعمل ده، وازاي ماسي درو جولد قدر يعمل المعادلة دي؟ بمكونات ماسي درو جولد وبسر تركيبته وبطريقه تصنيعه. ماسي درو جولد اول حاجه متصنع في ايطاليا طبعا. رحنا لو انت ايطاليا ايطاليا بلد الجمال، التجميل طبعاً. الكوزماتكس طبعاً. المصنع كمان حاجه تحفه بصراحه، المصنع نظافه وشياكه وفخامه طبعا. والمصنع نفسه من اقوى مصانع تحضير مستحضرات التجميل، لانه واخد الجود مانيفاكتشر براكتس شهادات، واخد الايزو. ماسي درو جولد سر تركيبته في عناصره. ماسي درو جولد الكريم الوحيد اللي فيه 56 مكون. لو هبتدي انا بحب على طول ابتدي بالذهب. ما هو اصله هو اتعرف بكريم الذهب. أيوة. يعني اللي ما بيعرفش يقول ماسي درو جولد بيقول الكريم الذهب. ايوه هو دي حقيقه، هو كريم الذهب. الذهب يا يمنى على البشره ليه مميزات لا تعد ولا تحصى. لو هتكلم ان الفيرست ابلاي، يعني بقول كريم ماسي درو جولد بيديكي نتيجه من اول دهنه. بتشوفي نضاره، بتشوفي جلو، بتشوفي لمعان، بتحسي انك انت بشرتك صافيه من اول دهنه. وبتلاقي خدودك كلها ورديه وبينك. اول حاجه الدهب بينشط لك الدوره الدمويه جدا، الدهب بيزيل الخلايا الميته والسموم والشوائب اللي على البشره، الدهب بيعالج التجاعيد. طب يا دكتوره دينا انا بحقن فيلر عشان اعالج التجاعيد، هو ماسي درو جولد هيعالج التجاعيد؟ طبعا هو في الماده بتاعت الفيلر، في الماده بتاعت الفيلر طبعا مصححه للتجاعيد للدرجه الاولى. عندك ماده الكافيار انتي رينكل، تقدروا تخش على جوجل سيرش تعرفوا مميزات الذهب والكافيار. انتي رينكل، عندك الذهب انتي رينكل، عندك الكولاجين كمان، فانت عندك كذا عنصر بيشتغل بس على التجاعيد. يعني ذهب بيعالج تجاعيد، كافيار بيعالج التجاعيد، الكولاجين اللي هي الماده بتاعت الفيلر اصلا اللي بتروحوا تحقنوها، الهايلورونيك اسيد، الهايلورونيك اسيد كمان بتعالج التجاعيد. بالظبط، ده انتوا هتقضوا على التجاعيد مش هتعالجوها. انت عارفه لو فاين لاين صغيره كده عند العين بالنسبه لاي ست خلاص بقى انا كبرت. أيوة. شكلي بقى عامل كده ليه؟ أيوة. في ايه؟ وتقعد تبص بقى على صورها وهي صغيره وتحزن. لا انا مش عايزه اي ست تحزن، عايزه اقول لكل الستات هنكبر وهنبقى زي القمر بكريم ماسي درو جولد. عندك كمان الكافيار. يعني الكافيار مميزاته لا تعد ولا تحصى على البشره. كفايه الكافيار كله يود، كله احماض امينيه، الكافيار مبيض للبشره، بيفتح البشره جدا. اوكي اعتقد ستات كتير في اوروبا
استغنت عن الميك اب. كلنا عارفين الميك اب بيأثر بالسلب على البشره طبعا. ستات كتير ما بتحبش الميك اب الصبح. مع ماسي دروجولد الستات في اوروبا خلاص. انت بتشوفي الستات في اوروبا بيبقوا غاسلين وشهم. مش الستات، النجمات العالميات. هي بتحط ايه؟ هي بتحط روج فاتح جدا حتى اصلا ما بيبقاش باين، وبتحط ماسكرا. مش حاطين اي حاجه خالص. بس دول طبعا يعني ثقه غير عاديه في نفسهم عشان محتفظين بجلدهم، وعلى فكره مش من سن كبير. هم محتفظين بشكلهم من سن 20 سنه. على طول بقول ماسي دروجولد نبتدي نستخدمه من سن صغير عشان انا اعمل وقايه. ماسي دروجولد منتج علاجي من الدرجه الاولى للتجاعيد، للبقع، للهالات السوداء، للنمش، للكلف، لتهدل البشره، وللنضاره والفيس ليفتنج. هم دول 6 اكشنز اللي مكتوبين عليه. طبعا مكتوبين على كل علبه. طبعا ممكن برضو اوري للساده المشاهدين عشان لما يشتروا العلبه يبقوا فاهمين اللي طبعا مكتوب عليها. طبعا مكتوب بالانجلش لان هو منتج ايطالي. اول حاجه انتي رينكل، تاني حاجه انتي ايج يعني بيحارب شيخوخه البشره، ثالث حاجه وايتنينج مفتح للبشره، بيعالج الهالات السوداء، النمش، الكلف، موسترايزنج بيعمل رطوبه عاليه قوي للبشره، نورشنج بيعمل لك نضاره يمنى من اول دهنه. في كريم في العالم بيديكي نتيجه النضاره من اول دهنه فيه اللي هو ماسي دروجولد. وبعدين الساده المشاهدين اللي هيبتدوا يستخدموا ماسي هيحسوا بشويه سخونيه على بشرتهم من الفيرست ابلاي. اخر اكشن اللي هو الفيس ليفتنج بيشد الجلد. بيشد الجلد بمعنى ان الكرمشه اللي هي بتبقى فيه في انت عارفه ساعات ما بتبقاش خطوط صريحه، هي بتبقى كرمشه. أيوة. تحس انه الجلد عامل كده مكرمش. دي بتروح بتشد خالص. دي وكمان التهدل يعني ساعات انت عارفه مع التقدم في السن الجاذبيه الارضيه بتاخد الوش وبتنزل، وبالذات الناس اللي بتعمل دايت بسرعه جدا او عمليات سمنه مفرطه وبيخسوا مره واحده بتلاقي الوش انت مالك وشك واقع كده ليه؟ فلان اوريدي بيبقى عندك دهون في وشك يا يمنى. الدهون دي بتبقى الجلد مريح عليها. فانت بتفقدي الدهون دي والوش بينزل. انت مع ماسي الوش بيفضل فيرم لفوق. طبعا طريقه استخدامه لازم ان احنا نعمله كده من تحت لفوق عكس الجاذبيه الارضيه. ان احنا نشد الوش لفوق. نشد لفوق لفوق، ما نقعدش كده عشوائي. لا مش كده لا 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 لا. طبعا هو ماسي دروجولد اتس كريم اتس نوت ا ماسك، يعني بيتحطوا بيتساب على البشره. بنغسل وشنا بالغسول المناسب لبشرتنا، وبعد ما وشنا بينشف بنحط ماسي دروجولد. اوكي، احنا شايفين طريقه الاستخدام هي على الشاشه. كان بقى قول لنا ايه اللي بيحصل. هو احنا بنستخدم 4 ضغطات يوميا على كف ايدينا صباحا ومساء، او مساء بس لو عايزين نستخدمه مره واحده، وبنوزعه على الوش كله. طبعا احنا شايفه يومنا نتيجه النضاره من اول دهنه. طبعا شايفه كمان الذهب تحفه. المنظر يجنن. يعني هي البنت هنا غاسله وشها خالص، مش حاطه ولا نقطه ميك اب ولا روج ولا يعني انت حتى لو ما حطيتيش اي ولا حاجه ولا احمر خدود ولا الحاجات دي خالص، هو بيحمر الخدود. فدي ده نتيجه ماسي من اول دهنه. وما ننساش الرقبه لان هو فور فيس انك بيتحط وبيتساب. وبتصحي من النوم بتغسلي وشك عادي جدا. السيدات اللي بيكلموني يقول لي احنا بنصلي الفجر احنا بنحطه الساعه 9 10 بالليل وبننام بيه، نصحى نتوضى مفيش مشكله خالص. النتائج يعني عاوز اعرف النتائج بقى، المشاكل الكتير دي. طب احنا بنحصل على النضاره والحلاوه وان الوش يبقى منور كده دي من اول استخدام على طول. انا لو عندي هالات سوداء او لو عندي شويه تجاعيد او لو دي تتعالج في وقت قد ايه؟ بحب ادي رينج لان كل بني ادم استجابه بشرته غير الثانيه. اكيد هنشوف تحسن ملحوظ من اول شهر. انت كل يوم بتغذي بشرتك بالسيراميد، بالكولاجين، بالهيلورونيك اسيد، بالذهب، فانت بتشوفي تحسن اول شهر. فانت كل شهر بتشوفي تحسن على الشهر اللي قبليه. فبحب ادي رينج من شهر لثلاث اربع شهور. مثلا عندي عميله كان عندها نمش وبتضايق جدا من النمش، فبتكلمني استخدمت ماسي دروجولد من اول شهر النمش انتهى. هي استجابه بشرتها اعلى والمشكله ما كانتش قويه عندها قوي. سيده تانية من بعد الشهر الرابع النمش انتهى، فبحب ادي رينج. طبعا بعد ما بتخلصي الكورس 6 شهور بتلاقي وشك زي الفل، ومش محتاجه انك انت يو هاف تو ري ابلاي على طول بعد ما بيخلص المنتج او ماسي. انتوا عاملين عرض على ماسي دروجولد. طب تقولي للساده المشاهدين العرض. طبعا ماسي دروجولد شركه ماسي عامله عرض يجنن، خصم 30% من سعره الاساسي. فبتمنى ان شاء الله ان كل الساده المشاهدين اللي كان نفسهم يستخدموا ماسي ومش قادرين عليه في وقت وسعره الاصلي، اعتقد دلوقتي بعد الخصم 30% هيبقى في متناول ناس كتيره جدا. بس الخصم حتى نفاذ الكميه، يعني لما الكميه اللي انتوا محددينها للعرض تخلص بس خلاص بيرجع تاني سعره الاساسي. وعايز اقول لك احنا كمصريين بنموت في العروض جدا. يعني اعتقد العملاء عندنا كتير جدا بياخدوا بالسيده تاخد بالعلبتين الثلاثه، رجل بياخد لمراته واخته. فكل اللي بيشتروا دلوقتي بيشتروا مش بس واحده.
بيشتروا كذا واحده. فان شاء الله اتمنى ان كل الساده المشاهدين يقدروا يحصلوا على ماسي في هذا الوقت ده، احسن وقت نقدر نشتري فيه كريم ماسي هيدروجول. اهو خصم 30% مش 5% ولا 10% ده 30%، ومش عبوه اصغر، هيها نفس العبوه بنفس المكونات. أيوه. بكل حاجه، بكل حاجه. انتوا منزلين السعر شويه اليومين دول عشان الناس اللي ما كانتش قادره تشتري عشان تشتري. بالظبط. احنا عندنا تقرير، يلا. ماسي دورو جولد، خبراء العناية بالبشرة، قبل التحدي وقررنا نخوض تجربة صعبة جداً لاختيار نماذج وشخصيات من الناس، وكمان صعبة في توقيتها لأنها ببساطة بترصد تأثير الكريم على البشرة على مدار سنة كاملة. فريق عمل ماسي عمل التقرير ده في 12 شهر. حاجة صعبة مش كده؟ أنا عندي مشاكل كتير قوي ببشرتي، وجربت حلول كتيرة وما نفعتش لحد ما شفت إعلان ماسي دورو جولد، فقررت ان انا استعمله وباذن الله هيجيب نتيجه كويسه. عندي مشاكل كتير في بشرتي، استخدمت علاج كتير ما جابش معايا اي نتيجه، صاحبتي نصحوني استخدم ماسي دورو جولد وان شاء الله هستخدمه واوريكم النتيجه. انا عندي مشاكل كتير في بشرتي، فاصحابي نصحوني استخدم كريم ماسي دورو جولد وان شاء الله هستخدمه هيجيب معايا نتيجه جيده. كان هدف التجربه اظهار تاثير الكريم مش بس على موديل جميله، لا، كمان الهدف الأكبر إنه يظهر تأثيره على نماذج عادية بتحلم بالشباب الدائم والرضا عن مظهرها وشكلها. بعد استخدام الكريم لمدة 6 شهور حاسة بتحسن رهيب، وإن شاء الله هستمر عليه لغاية ما أرجع بعمري 10 سنين ورا. ونصيحة لكل السيدات يستخدموه. الحمد لله بعد استخدام الكريم بست شهور حاسة بتحسن أكتر، وإن شاء الله بعد ما خلص الكورس هرجع بشكل 10 سنين فاتوا واكتر. انا استخدمت كريم لمده 6 شهور والحمد لله جايب نتيجه كويسه جدا معايا وهايله، وبنصح كل ست تجربه وهتحس اكيد بالفرق جامد، ولسه هكمل الكورس. الفرق واضح جدا بعد استخدام ماسي دورو جولد، واكيد زي ما هو معروف ممكن استخدامه على الوجه والرقبه، وكمان ممكن نستخدمه على اي جزء من الجسم محتاجين انه يظهر بالشكل اللي بنحلم بيه. بعد استخدام الماسي دورو جولد على وشي هي دي نتيجة، وانا راضي عليها جدا، بس اكتشفت ان في فرق كبير بين ايدي ووشي، فعشان كده ان شاء الله هستخدمها على ايدي. نماذج مختلفة اختارت ماسي دورو جولد، واكيد جدور عليك علشان تقرر استخدام ماسي دورو جولد. بعد استخدام الماسي دي النتيجة اللي انا وصلت لها وانا راضي عنها جدا، وبنصح كل الناس يستخدموه. بعد استخدام الماسي دورو جولد لمدة سنة حسيت بنتيجة مبهرة، وبنصح كل الناس باستخدام ماسي دورو جولد. بعد استخدام الماسي دورو جولد هي دي النتيجة، أنا راضي عليها قوي وبنصح كل السيدات باستخدامه. ماسي دورو جولد أحد منتجات ماسي جروب اللي بتشمل ماسي فارم إيطالي ومقرها سان مارينو إيطاليا، ماسي فارم إيجاب ومقرها القاهرة مصر، ماسي فارم جولف ومقرها دبي الإمارات، ماسي فارم أمريكا ومقرها فلادلفيا بنسلفانيا. ماسي دورو جولد أحد منتجات ماسي جروب. ماسي دورو جولد 10 سنوات أصغر. عشر سنوات أصغر في شكلك، ويمكن الشعار ده أنتوا يعني تعبتوا كتير علشان تتوصلوا لي، هو مش شعار مجرد شعار بيتقال. يمكن أنت قلتي في حلقات سابقة يا دكتورة دينا أنه فعلا أنتوا حاطين فيه مكونات أثبت علميا أن هي تقدر تقلل من شكل الواحد 10 سنين. طبعا. صح ولا غلط؟ ومن أهم المكونات اللي تقدر تقلل في شكلنا 10 سنين هي مادة السيراميد. مادة السيراميد دي مادة شمعية ربنا خلقنا بيها اوريدي موجودة في بشرتنا، ومع التقدم في السن بتقل. وانس انها قلت الخلايا بتبتدي تفك ويحصل تهدل في البشرة،
ولما كمان الخلايا بتبتدي تفك بتبقى الجلد عرضة للإنفكشنز أو دخول البكتيريا والمايكرو أورجانيزم. فدكتور أوز من أكبر تجارب التجميل في العالم أثبت أن مادة السيراميد تقدر تصغر في سن البشرة شكليا فعلا 10 سنوات. طيب فكري الناس بعرض ميسي دورو جولد قبل ما نوريهم التراخيص بتاعته، اللي في ناس كتير جدا يعني بصراحة يعني بتشكر في شركة ميسي فارم لأنه دي قمة المصداقية. طبعاً. فتقول لهم العرض بتاعه. طبعاً شركة ميسي فارم عاملة أقوى عرض تعمل في تاريخ ميسي، خصم 30% من سعر ميسي دورو جولد الأساسي. طبعاً الخصم حلو جداً، بس الخصم على كمية محدودة جداً أو حتى نفذ الكمية. إزاي نقدر نحصل على ميسي دورو جولد في الخصم؟ فقط من خلال الأرقام اللي ظهر على الشاشة دي، حاجة مهمة جداً. بس مش في ماركت ولا؟ لا مش موجود في ماركت. أولاً منع عن التزييف والغش التجاري، ثانياً بنحب نسهل على كل السادة المشاهدين. انت عارفه لما كنت بتبقي قاعده في البيت وبتتكلمي تعملي الاوردر، ميسي دورو جولد بيوصل في نفس اليوم. في نفس اليوم في كل مكان، في نفس في اليوم في كل مكان. لو محافظات بعيده شويه بيبقى ماكسيمم 24 ساعه. شركه ميسي موفره مناديب في جميع انحاء جمهوريه مصر، بلس الكول سنتر اللي موجود ارقامه على الشاشه في خدمه كل السادة المشاهدين والرد على جميع استفساراتهم. الخدمه طبعا 24 ساعه، ما فيش حتى ساعه بريك حتى يعني. طيب ورونا بقى التراخيص بتاعت ميسي دورو جولد، وتقول لنا بقى التراخيص دي منين بالظبط كده على الشاشه اهي. طبعا ميسي دورو جولد اول حاجه مرخص من وزاره الصحه المصريه، كمان مرخص من دول الاتحاد الاوروبي، وكمان مرخص من الامارات حكومه دبي. معنى كده ان ميسي دورو جولد امن جدا. لازم نستخدم حاجه على بشرتنا احنا عارفين انها فيري سيف. مش حلو حتى ان احنا يبقى عندنا فضول نجرب حاجه مجهوله المصدر، لو عملت مشكله المشكله بتاخد وقت طويل قوي فعلا. ميسي دورو جولد مناسب يا يمنى لجميع انواع البشره، لجميع الوان البشره. ميسي دورو جولد عمل طفره في عالم الرجال يعني، كمان مع الرجال كمان. مش سيدات بس، لا لان رجال كتير ما عندهاش يعني ما بتحبش تروح مراكز تجميل او تحقن فيلرز او بوتوكس، فما صدقت بقى تلاقي كريم بيتحط توبيكال على البشره من غير حقن. رجال كتير مبسوطه من ناحيه التجاعيد اللي اتعالجت، رجال كتير مبسوطه من ناحيه الهالات السوداء، رجال كتير مبسوطه من التصبغات. فأوريدي مناسب جدا للرجال. نبدأ نستخدم ميسي دورو جولد من سن 18 سنة، بس طبعا أنا عندي عملاء سيدات من سن 70 كمان يعني. طيب كمان في حاجة مهمة لازم نتكلم عنها. أيوة. ميسي هير. أيوة حاجة للشعر بقى كده، ندلع الشعر شوية. أنت عارفة يومنا أوريدي عملائنا بقى يعني عملائنا طلبوا مننا منتج للشعر. اوريدي عند عملائنا عندهم ثقه كبيره في شركه ميسي. دكتوره دينا، احنا استخدمنا ميسي دورو جولد ومبسوطين جدا بنتائجه. عايزين حاجه للشعر بقى زي حاجه بكفاءه ميسي دورو جولد. شركه ميسي انتجت ميسي هير، ده سبراي علاج للشعر بيعالج معظم مشاكل الشعر. ايه المشاكل اللي يقدر يعالجها ميسي هير؟ في المقام الاول الستوب هير لوس، اهم حاجه كل ست عايزه لما تعمل شعرها كده او تسرحه او لوحده ما يقعش. في ناس بتقوم تلاقي شعرها واقع على المخده، على المخده غير ما تعمل كده ولا تسرح. ايوه بالظبط. طبعا مأساة. فطبعا ميسي هير بيقدر يمنع تساقط الشعر. ازاي يقدر يمنع تساقط الشعر؟ بوجود ماده اسمها السوبالميتو. الماده دي بتوقف الانزيم المسؤول عن تساقط الشعر. ميسي دورو جولد بيحفز وبينشط البصيله جدا وبيغذيها. انا قلت انت خلاص، انت بقى حبيبك بقى ماسي دورو جولد خلاص. ابني ماسي دورو جولد. والله. فماسي هير اولا بينشط البصيله جدا. بيطول الشعرايه لان هو بيحتوي على ماده الكافيين. الماده دي بتقدر تطول عمر الشعرايه بنسبه 33%. فكل البنات والسيدات اللي شعرهم بيقف طول معين وما بيرجعش يطول، لا انت بعد الشهر الاول بتلاقي شعرك طول كتير قوي. ماسي هير بيعلي الدينستي وبيعلي سمك الشعرايه، بيخلي الشعرايه قويه. ما بتتاثرش باي عوامل سلبيه زي الشمس او الاتربه او اي عوامل سلبيه. الشمس بتدمر الشعر طبعا. الشمس وحشه قوي فعلا للشعر. طبعا والله العظيم يعني. طب ينفع انا بصراحه انا بستخدمه على شعري من بره. هو حلو قوي ان هو يستخدم على الشعر من بره. طبعا احنا ما ننساش الجذور، الروتس لازم تتحط على الروتس. هو اساسي للروتس. انا طبعًا. بقى اضافه من عندي يعني ان انا بحطه على شعري من بره. بيبقى حلو قوي يا يمنى لان هو بيغلف الشعرايه وبيخليها ان كبسول. بتبقى كبسوليتد كده خلاص. ما بتغلفها. بتغلفها. فهو اوريدي حلو قوي ان هو يتحط برده على الشعر. واي سيده عايزه تحط ماسي هير وتحط تعمل سشوار
ما بيزيدش اطلاقا. دي ميزه انا بحبها قوي. إن زي الميه كانك حاطه ميه. هو البيز بتاعه ميه يعني البيز بتاعه مش زيت. مش زيت بالظبط. عندك المستخلص الصبار موجود فيه الالوفيرا، واحنا صغيرين اصلا فاكره الزيوت اللي هي فيها صبار ايه. فاوريدي مكون من مكونات ماسي هير الصبار. عندك الجينسينج بينشط الدوره الدمويه جدا وبينشط البصيله جدا. عندك الروزماري. كل الانجريدينتس دي موجوده في ماسي هير. لو هوري ساده المشاهدين ماسي هير كبير برضو لبوب 200 ملي بتكفي استخدام 6 شهور. هو سبراي علاجي من 4 ل 6 بخات على الروتس، وكمان لو عايزين نحطه على الشعر دايركت على الروتس مش على الايد ونعمل دايركت، ومساج لمده 10 ثواني لانه سبراي مش كريم. بالظبط زي الميه. طبعا كل الكومبوننتس اللي فيه متصنعه بطريقه النانو فبتخترق الروتس وبتوصل للبصيله. انا استخدمه واعمل مساج تدليك كده للايه عشان ايه اوزعه. توزعي كله مش على المنطقه بس اللي فيها مشكله. نركز نعمل فوكس. لو عندي منطقه فيها شعر خفيف نعمل فوكس عليها. للسيدات ورجال على فكره. فاهمه قصدي؟ مش بس للستات. رجال مبسوطه جدا، بالذات الرجال اللي مش عايزه تلجا لزراعه شعر. اكيد الصلع التام بيزرع شعر، لكن لو شعري بدا يخف انا الحقه بماسي هير. يعني لو انت اصلع خالص لا روح ازرع شعر. لو انت عندك شعر وشعرك بدا يخف هتستخدم ماسي هير، هيجيب معاك نتيجه ممتازة. هايله جدا. الرجال والسيدات يقدروا يستخدموا ماسي هير طبعا. من عمر قد ايه نقدر نستخدم ماسي من 16 هير؟ سنه ما فيش اي مشكله. وبيتحط وما بيتغسلش؟ ما بيتغسلش. اهم حاجه انه يتحط على فروه راس ناشفه. واكيد بنصح ان احنا نغسل شعرنا كل 3 ايام. تمام. في اوفر كمان على ماسي؟ طبعا. إيه في 18% خصم من سعر ماسي هير الاساسي، الخصم على وشك النفاذ لان حتى نفاذ الكميه. اتمنى ان كل الساده المشاهدين يقدروا يحصلوا على ماسي هير. طب ما تزودوا الكميه شويه. احنا زودناها مره على فكره يعني. احنا كنا حاطين كميه كبيره اتخطفت كلها فزودنا الكميه. فما اعرفش الحقيقه الشركه هترجع تزود الكميه ولا الدفع. يعني انتوا اوريدي زودتوا كمان؟ طبعا. طبعا الضغط طبعا كان شديد. ضغط عالي جدا جدا. وعايزه اقول لك يا يمنى في مفاجاه سربرايز تانية حلوه قوي، ان احنا لو اشترينا ماسي هير وماسي درو جولد في نفس الوقت بيحصل خصم اضافي. انا مش هقول ايه الخصم الاضافي. بتعملوا كمان خصم زياده لو الاثنين مع لو الاثنين مع بعض. طب انا رايي انه يعني انه اهم حاجه ان الواحد يحافظ على وشه ويحافظ على شعره طبعا الاثنين مع بعض. وانتوا الناس عندها ثقه فظيعه في المنتجات بتاعتكم طبعا حقيقة. الناس اللي اشترت ماسي هير وشافت النتيجه، الماسي درو جولد وشافت النتيجه، كلهم خلاص هم مغمضين بياخدوا ماسي هير. فده ده مهم جدا طبعًا. يعني فانا رايي اللي عايز ياخد ماسي درو جولد وماسي هير ياخدهم مع بعض، عاملين خصم حلو قوي عليهم عليهم الاثنين. ايه رايك في الناس اللي بتقول لي يا ستي دي منتجات شركه ماسي فارم دي بتاعت ناس معينه؟ لا لا دول ناس بيعملوا طبقه معينه، ده كل الناس اللي بتشتري منهم نجوم مجتمع ومشاهير وفنانين وبتاع وليهم ستايل كده معين. الكلام ده مش صح خالص يا يمنى. احنا اوريدي طبعا عندنا الفئه دي، لكن عندنا كتير جدا من جميع الفئات. ما بقاش الجمال مقتصر على فئه معينه. كل الفئات عايزه تبقى جميله بالنسبه للسيدات. عندنا جميع الطبقات، عندنا جميع المحافظات. ففعلا يقول لي يا دكتوره دينا انت بتتكلمي بجد؟ اصل انا كتير لو ما عنديش تصوير، او انا احيانا انت عارفه بروح ايطاليا بزور المصنع. لو ما عنديش حاجه انا بتعامل احيانا مع الكول سنتر. فانا ساعات بعرف يعني انا كل يوم بيجي لي الاوردرز. انا موجوده في كل حته في جميع الطبقات. وده فعلا الجمال مش مقتصر ابدا على طبقه. السعوديه بتاخد منكم؟ اسكندرانيه موظفة. اسكندرانيه ست البيت منصوره ست البيت. البيوت بياخدوا كتير المحجبات المنقبات. ايوه طبعا كله. اصلا يعني انا كمان بقى يعني بما انه بقالنا كتير بنتكلم عن ماسي درو جولد فبيجي لي رسائل كتير جدا، فبشوف بلاقي فعلا جميع اللي مش ناس معينه خالص اللي لا 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 خالص. يعني اصحابنا واللي في طبعا ليكوا ناس معينه من المشاهير، لكن طبقات مختلفه جدا من المجتمع. جميع فعلا. الطبقات فعلا. ويمكن لما كمان من خارج مصر ليكوا جمهور كبير كتير طبعا. عايزه اقول لك ماسي شركه ماسي شركه عالميه. مش موجوده بس في مصر، مصر ده فرع من فروعنا. الشركه الرئيسيه متواجده في ايطاليا، شركه ماسي فارم ايطالي. احد فروعنا ماسي فارم ايجيبت اللي ارقامها ظاهره على الشاشه. عندنا شركتين في دبي ماسي فارم جولف. عندنا شركه هنفتحها في امريكا ماسي فارم امريكا. فاوريدي اصلا شركه ماسي شركه مالتي ناشونال مش شركه لوكال يعني.
وده دليل نجاح يا دكتوره. طبعا طبعا. ليكوا صفحات كمان على الفيسبوك؟ عندنا يعني صفحات تقدر تتواصل معنا، عندنا كذا صفحه على السوشيال ميديا تقدروا تتواصلوا من خلال الارقام اللي فيها، في منها ارقام موجوده على الشاشه وفي منها ارقام اخرى. برضو انت عارفه السوشيال ميديا دلوقتي بقى ناس كتير قاعده في شغلها ما بتفتحش التلفزيون تشوفنا، فبتلاقي في صفحات الفيسبوك، فيقدروا برضو يحصلوا على منتج مسيب رجل. يعني انتم مسهلين على الناس خالص. ايوه طبعا. من خلال رقم التليفون هتتصل هيوصل لك المنتج، وموجودين 24 ساعه وبتوصلوا كل مكان في العالم، مش أيوة. مش بس في مصر، وحتى صفحات السوشيال ميديا موجوده. طبعا. قبل ما نختم انا عاوزاكي تفكري سيد المشاهدين مره اخيره بالعرض اللي عاملاه شركه ماسي فارما. شركه ماسي عامله اقوى عرض في تاريخ ماسي بالنسبه لكريم ماسي دروجولد، خصم 30% على نفس العلبه، مش علبه سوى اصغر. نفس العلبه. ماسي هير خصم 18%. فاتمنى ان كل الساده المشاهدين نفسهم يحصلوا على ماسي دروجولد او ماسي هير، دلوقتي احسن وقت لان الكميه على وشك النفاذ او حتى نفاذ الكميه. بعدين يا جماعة انتوا اللي بيقولك غالي ومش غالي، ده انتوا لو شفتوا الازازة دي 120 ملي، دي كتير جدا. أيوة. ده في حاجات بتبقى ضعف الثمن وقد كده. 50 ملي للستات اللي هي بقى غاوية الحاجات دي طبعا. و200 ملي ده ماسي هير، ده كبير يعني، يعني حجم العبوات كتيره. كبيره. طبعا. اصل احنا بنعالج يمنى ماسي دروجولد، احنا بنتكلم ان احنا نقدر نصغر 10 سنين. بنتكلم ان انا عايزه اعالج بيه تجاعيد، عايزه اعالج بيه هالات سودا، نمش، علامات التقدم في السن. لازم الكرسي يتاخد 120 ملي. صحيح. ماسي هير برضو لازم الكرسي يتاخد ال 200 ملي، فاحنا عبواتنا محترمه كبيره. بشكرك على وجودك معايا دايما منوراني ضيفتي العزيزه دكتوره دينا ابو سعود. انا بشكركم جدا على متابعه حضراتكم، بنقابلكم يومين الساعه 3 عصرا، والحلقات كلها اللي ما لحقش يشوفها اكيد الاعاده هقول لحضراتكم الحلقات اللي جايه ان شاء الله. الاعاده هتكون الساعه كام بالظبط؟ والحلقات كلها بتبقى كام؟ الاعاده الساعه 10 بالليل، وتاني يوم بتبقى الساعه 12 الظهر. اذا شوفونا 3 العصر على الهواء مباشره، و10 بالليل بتكون الاعاده، وتاني يوم الساعه 12 ظهرا بتكون الاعاده الثانيه. اشوفكم بكره ان شاء الله، وانتم في احسن صحه وفي احسن حال. كنت معاكم يمنى طولان، سلام عليكم. ماسي دورو جولد من أقوى مستحضرات التجميل في العالم، يعمل على استعادة نضارة وشباب الوجه لتبدو أصغر شكلياً 10 سنوات. ماسي دورو جولد is one of the strongest cosmetics in the world. This cream can make you look 10 years younger. ماسي دورو جولد يحتوي على 56 عنصر، أهمهم الذهب الخام عيار 23، والكافيار والكولاجين والهايلورونيك أسيد والسيراميد المعروفة بقدرتها على إعادة شباب البشرة. The most active ingredients is the raw gold particles, caviar, collagen, ceramide and hyaluronic acid. ماسي دورو جولد مناسب للرجال والنساء. ماسي دورو جولد مناسب لجميع أنواع البشرة. ماسي دورو جولد is suitable for men and women. It is suitable for all types of skin. The Maci Doro Gold can bring back the beauty of your face and neck. Maci Doro Gold مرخص من وزارة الصحة المصرية والاتحاد الأوروبي. Maci Doro Gold مرخص من حكومات دبي الإمارات. Maci Doro Gold خالي تماما من مشتقات الخنزير. منتج إيطالي الصنع. The six actions of Maci Doro Gold is the anti-wrinkles, anti-age, whitening, moisturizing, nourishing and face lifting. ماسي دورو جولد من أقوى مستحضرات التجميل في العالم، لأنه بيساعد على استعادة نضارة الوجه لتبدو أصغر سناً بعشر سنوات. From the first apply of Maci Doro Gold, your skin will look radiantly, softer and firmer. ماسي دورو جولد أحد منتجات ماسي جروب اللي بتشمل ماسي فارم إيطالي ومقرها سان مارينو إيطاليا، ماسي فارم إيجيبت ومقرها القاهرة مصر، ماسي فارم جولف ومقرها دبي الإمارات، ماسي فارم أمريكا ومقرها فلادلفيا بنسلفانيا. ماسي دورو جولد أحد منتجات ماسي جروب.